أهلا وسهلا بكم في نظام إدارة التدريب التابع لوزارة التجارة والصناعة. للدخول إلى النظام يجب كتابة الرابط التالي في عنوان متصفح الويب الخاص بكم. تظهر شاشة الدخول إلى النظام والتي يمكن من خلالها للمستخدمين المخولين باختلاف صلاحياتهم بالدخول إلى النظام. هنالك ثلاث أنواع من المستخدمين: مدير نظام، مستخدم إداري، ومستخدم موظف. سنقوم الآن بالدخول إلى النظام بحساب مدير النظام. سندخل كلمة مرور خاطئة أولا. سيظهر النظام رسالة تفيد بوجود خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور. سندخل الآن بشكل صحيح. تظهر القائمة الرئيسية الخاصة بصلاحية مدير النظام: إدارة الخطط. من خلال هذه الشاشة يمكن إضافة اسم الخطط. ننبه بأن النظام لا يسمح بتكرار اسم الخطة. لتعديل اسم خطة الدورات العامة نضغط على اختر، ثم نعدل على الكلمة ونضغط تعديل. تم التعديل. نعاود الكرة بتعديلها كما كانت سابقا. إلغاء للتراجع عن التعديل أو الحذف. لو أردنا إضافة اسم الخطة مرة أخرى وتكرارها إضافة، سيظهر رسالة خطأ تفيد بتكرار اسم الخطة المدخلة مسبقا. وفي حال محاولة الإضافة وكان اسم الخطة فارغا، ستظهر هذه النجمة بوجوب تعبئة هذا النص. سنضيف الدورات العامة 2 على سبيل المثال. نقوم بعمل اختر لتعديلها أو حذفها. للحذف نضغط على حذف، ستظهر رسالة لتأكيد عملية الحذف. هل أنت متأكد من الحذف؟ نضغط OK. سيتم حذف الخطة التي تم اختيارها. إدارة البرامج. هذه الشاشة خاصة بإضافة وتعديل وحذف أسماء البرامج التابعة لخطة معينة. باختيار الخطة يمكننا أن نضيف البرامج التابعة لها. أيضا لتعديل أو حذف أي برنامج والأهداف العامة الخاصة به، نضغط على اختر لسجل البرنامج. فبهذه الحالة يمكننا تعديل اسم البرنامج والأهداف العامة أو حذف البيانات. إلغاء للتراجع عن التعديل أو الحذف. إدارة الجهات المنفذة. من هذه الشاشة أيضا يمكن لمدير النظام إضافة وتعديل وحذف الجهات المنفذة. إدارة المدن. من خلال هذه الشاشة يمكن لمدير النظام إضافة وتعديل وحذف المدن. الخبر إضافة، تمت إضافتها بنجاح. اختر للتعديل. سنعدل الخبر إلى الرياض. تعديل. ستظهر رسالة تفيد بأن هذه المدينة مدخلة من قبل. حذف. هل أنت متأكد من الحذف؟ سيتم حذف الخبر في هذه الحالة. أوكي. تم حذف المدينة بنجاح. إدارة الفنادق. من خلال هذه الشاشة يمكن إضافة وتعديل وحذف الفنادق التابعة لكل مدينة. أيضا يمكن الضغط على اختر لتعديلها أو حذف أي فندق. إلغاء للتراجع عن عملية التعديل أو الحذف. إدارة الفصول. من خلال هذه الشاشة يمكن إدارة الفصول التابعة لكل خطة وبرنامج. يقوم مدير النظام باختيار الخطة والبرنامج واختيار الجهة المنفذة واختيار المدرب وتحديد الفترة الزمنية لتاريخ بدء وانتهاء الفصل بالتاريخ الهجري.
سيقوم النظام باحتساب الفترة الزمنية تلقائيا بمدة يومين واثنى عشر ساعة لليومين بحصر ضرب 2 في 6. الوقت، يتم تحديد وقت الفصل إما من 8 صباحا إلى 2 ظهرا أو من 4 عصرا إلى 6 مساء. المكان، تحديد اسم المدينة ثم اختيار الفندق الذي سيعقد به الفصل وتحديد عدد المشاركين في هذا الفصل. في حال كان هذا الفصل منتهي يتم عمل تيك على إتمام الفصل أو تركه فارغا في حال عدم إتمام هذا الفصل. يمكن أيضا تحديد أي فصل لتعديله أو حذفه بالضغط على اختر. إلغاء للتراجع عن التعديل أو الحذف. إدارة مستخدمي النظام، من خلال هذه الشاشة يمكن لمدير النظام إضافة المستخدمين وتعديل بياناتهم وإعطائهم الصلاحيات المتاحة لهم. نوع المستخدم، مدير النظام أو إداري أو موظف. نود التنبيه على نقطة مهمة جدا، تفعيل المستخدم يجب في حال الرغبة في إلغاء تفعيل أي مستخدم من إمكانية الدخول إلى النظام، إما بتغيير كلمة المرور الخاصة به أو إلغاء تفعيل المستخدم، وبهذه الحالة يصبح المستخدم غير مخول بالدخول إلى هذا النظام. وفي حال يريد مدير المستخدم إنشاء مستخدم وإعطائه صلاحية الدخول إلى النظام، يحدد نوعه ثم يقوم بعمل تفعيل المستخدم وتعبئة اسم الموظف واسم الدخول الخاص به وكلمة المرور. نود التأكيد بأن اسم المستخدم لا يمكن تكريره. هذه الصلاحية متاحة لمدير النظام. صلاحيات مدير النظام، إذن إدارة الخطط، إدارة البرامج، إدارة الجهات المنفذة، إدارة المدن، إدارة الفنادق، إدارة الفصول، وإدارة مستخدمي النظام. للخروج من النظام نضغط على خروج. الآن الدخول بحساب مستخدم مدير إداري. مستخدم من نوع إداري. الصلاحيات المتاحة لمستخدم من نوع إداري هي تسجيل الموظف في فصل معين. أولا، نقوم باختيار الخطة واختيار البرنامج. تظهر الفصول التابعة لهذه الخطة وهذه البرنامج. يتم تحديد الفصل المراد تسجيل الموظف فيه. اختر. الآن لتحديد الموظف المراد تسجيله يمكن اختياره مباشرة إذا كان متواجدا، أو يمكن البحث عنه من خلال رقم الموظف أو اسمه أو الوظيفة التي يشغلها أو الإدارة الفعلية. على سبيل المثال نبحث بهذا الرقم بحث، ستظهر النتيجة، نقوم باختياره أيضا. إذن يجب اختيار الفصل واختيار الموظف ثم عمل تسجيل. ستظهر رسالة تفيد بأن هذا الموظف تم تسجيله في الفصل بنجاح. يمكن الضغط مرة أخرى لنرى أنه ظهرت رسالة تفيد بأنه تم تسجيل الموظف في هذا الفصل سابقا، أي لا يمكن تكرار تسجيله في هذا الفصل مرة أخرى. إدارة حالة تسجيل الموظف في الفصل. هذه الشاشة خاصة بتحديد حالة قبول أو رفض أو غياب الموظف في الفصل أو وضعه في قائمة الاحتياط. نقوم باختيار الخطة واختيار البرنامج. في حال كان هذا الفصل منتهي يتم تحديد حالته إذا كان منتهي أو ما زال مفتوحا. يتم تحديد الفصل. تظهر أسماء الموظفين المشتركين في هذا الفصل والذي تم تسجيلهم وحالة التسجيل الخاصة بهم. لتعديل على حالة التسجيل الخاصة بموظف معين نقوم باختياره. تظهر حالة التسجيل هذه.
يمكن تعديل حالة التسجيل سواء كان مقبول أو مرشح أو احتياط أو متغيب. أود التنويه بأن عند تسجيل الموظف لأول مرة تكون حالته مرشح، ثم يتم تعديله بناء على حالة قبوله أو وضعه في قائمة الاحتياط أو في حال تغيبه عن حضور الفصل. يمكن حذف تسجيل الموظف من خلال الضغط على حذف تسجيل الموظف، وبهذه الحالة يتم حذف تسجيل الموظف من الفصل. جدول الفصول للموظف. يمكن الاطلاع على جدول الفصول الخاص بالموظف في أي وقت من خلال شاشة جدول الفصول للموظف. يمكن البحث عن اسم الموظف من خلال رقم الموظف، اسم الموظف، الوظيفة والإدارة الفعلية. بحث. يظهر اسم الموظف الذي تم البحث عنه من خلال رقمه الوظيفي. نقوم باختيار. يظهر جدول الفصول المسجلة للموظف. يمكن طباعة تقرير بهذه النتيجة بالضغط على زر طباعة ثم طباعته على البرينتر. التقارير. هذه الصلاحية متاحة فقط لمستخدم من نوع إداري، بالإضافة إلى صلاحية حذف تسجيل الموظف فهي فقط خاصة بموظف من نوع إداري. التقارير. جدول الفصول. يمكن من خلال هذا التقرير طباعة جدول الفصول لخطة معينة وتحديد الفترة الزمنية لعقد هذه الفصول. بالإضافة إلى إمكانية طباعة التقرير بعدد المشاركين حسب الإدارة الفعلية لفترة زمنية معينة من تاريخ إلى تاريخ، وتحديد حالة التسجيل للموظف سواء مقبول أو مرشح أو احتياط أو متغيب. في هذه الحالة يظهر تقرير بحالة الموظفين المقبولين والمرشحين والاحتياط والمتغيبين حسب الإدارات الفعلية. مستخدم من نوع موظف. كما ذكرنا سابقا فإن مستخدم من نوع موظف يستمتع بصلاحيات نفس صلاحيات مستخدم إداري. تسجيل الموظف في الفصل، إدارة حالة تسجيل الموظف في الفصل لكن دون إمكانية حذف تسجيل الموظف من الفصل. فقط الصلاحية المتاحة له هي تعديل حالة قبول الموظف أو تغيير حالته إلى مرشح أو احتياط أو متغيب. وأيضا يملك صلاحية عرض جدول الفصول للموظف وطباعة التقرير الخاص به. هكذا انتهى الشرح العملي لنظام إدارة التدريب الخاص بوزارة التجارة والصناعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.